السلام عليكم، يسعد مساكم أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله الكل بخير. لا تأخذونا على التأخير، كنا مرضانين ننتظر إن كان التأخير. طبعا هلا نحن بشهر 10 يا شباب، أنا الطيور خلصت تقريبا كلها، ضل كم طير يمكن، بس بده غيار، غيار ريش، نهاية غيار الريش. نحن اليوم 5/10. رح نحكي عن البروكلي شوية يا شباب. البروكلي كتير مفيد للطير، أخص للطيرة، لجهوزية الطيرة. يعني أنت اللي عم جهز طيرة للبيض، طيرة الحسون، البروكلي إلها كتير كويس يا شباب. هلا نحن عنا جديد، شفنا البروكلي نازل، هلا ما كان نازل، هلا بلشت جبت، يعني جبت لهم اليوم، شفت البروكلي جبنا لهم إياها من السوق، حطينا لهم البروكلي للطيور. بروكلي يعني شلون راح أقول لك، بروتين كامل للطير، يعني للطيرة للطير، حط له البروكلي بروتين كامل. البروكلي نوعيته بروتين كامل للطير كويس. هاي البروكلي اللي ما يعرفها، هاي البروكلي تشبه الزهرة، يعني طبعا الكل يعرف البروكلي. البروكلي مثل الأسماك للبني آدم للإنسان، يعني شلون الإنسان لما يأكل بروتين ما يأخذه من الأسماك ومغذي، البروكلي هيك للحسون يا شباب. الطوائر عندك، طوائر عندك حط لها بروكلي، كانت بالقفص، إن كانت طوائر بالسلاكة بغرفة، حاول تعطيها البروكلي. هلا الطوائر اللي عندي هون ما عم ياكلوا البروكلي، قليل طير أو طيرين عم ياكل، عم نستنى يتعلم الجميع، الكل يتعلم. بس أما اللي عندي بالقفص ياكلوا بروكلي، ياكلوا بشكل دائمي الحمد لله، ووضعه كويس. خاصة طوائر كنت أعطيها بروكلي من قبل، جهزت قبل الطوائر ما أكلت بروكلي، يعني طير أكلت بروكلي عام اللي فاتت، السنة أنتجنا منها الحمد لله. الجو هذا متقلب شباب، صرنا جو بالليل بارد بالنهار دافي. الطيور بالقفص حاول تعيفها على جو معين، جو غرفة معين، يعني درجة حرارة 20-20، لا تغير الجو بهالوقت. الخضروات بشكل عام خففها، خيار، الخس، الجرجير، أي شيء أخضر خففها، ليصير أكسيديا أو إسهال مع الطيور، انه الشغلات هاي على البروده والحراره، بروده والحراره تعمل اسهالات يا شباب. قدم البروكلي مرتين بالاسبوع ما في مشكله، مرتين ثلاثه ما في اي مشكله، لانه هو الطير راح ياكل كفايته بس فقط لا غير البروكلي. ان شاء الله يعني ياكل الطير، حاول تعلمه ياكل البروكلي، يعني على الخضار، يعني اذا ما اكل اول يوم شفته ما اكل، حاول ثاني يوم ثالث يوم كمان ترجع تحط له بروكلي، حاول ياكل البروكلي. الطير كل ما اكل بروكلي الطيره تجهز، تكون موسم الجوزية تبعها جاهزة، يعني حتى الموسم تجهز إن شاء الله بإذن الله. وطبعاً عنا عم نستنى لسه موسم الهجرة للحساسية للطيور، عم نستنى الأمطار إن شاء الله، نتمنى من الله يجي مطر. عم نطلع على الصيد، بس مو صيد الحساسية، عم نطلع على الصيد الحر، الطير الحر. واللي يحب يتفرج على مقاطع الصيد الطير الحر، الحمد لله سماكة مشنا، يتابعنا، يرسلنا انه يحب ننزل مقطع مقطعين ثلاثة فيديو لما نطلع بكرة بعد بكرة ان شاء الله. وبالاول بالاخر التوفيق من الله، واتمنى التوفيق للجميع يا شباب. ولا تبخل بطيورك شيء، ولا تبخل عليها بشيء ابدا. السلام عليكم.